اهلا وسهلا بكم سيدنا ومرحبا بكم دائما من قلب مدينه مراكش بالمهرجان الدولي للفيلم مراكش في الدوره ديالو 16 دائما على اثير اذاعه راديو ساس ببرنامج مروكن ايفنت. اليوم كنصادفوا ابنه المرحوم عبد الله المصباحي مكرمه الدوره معنا لاله ايمان المصباحي. مرحبا بك لاله ايمان. شكرا على الاستضافه ومرحبا بي عندكم وباهل فاس. شرف لنا اننا نصادفوك على اثير اذاعه راديو ساس بهذا الدورة اللي كتكرم المرحوم سي عبد الله المصباحي. بغينا نعرفوا ككلمة قبل ما نبداو البرنامج ديالنا، شنو تقدري تقولي على هذا التكريم ديالو في هذه الدورة؟ هو تكريم الوالد في هذه الدورة السادسة عشر من مهرجان الفيلم الدولي لمراكش. تكريم كان عنده وقع كبير عليا وعلى الأسرة ديال المرحوم عبد الله المصباحي الأب ديالي. كانت لحظة التكريم كانت لحظة رائعة ولحظة استحضرت فيها يعني كل الحياة ديالي معاه، وكنت كنتمنى إنه يحضر، هو كان يكون حاضر في هذه اللحظة اللي فيها اعتراف بالعطاء ديالو بالمسيرة الفنية السينمائية التارية ديالو. بدون شك كانت لحظة رائعة ومؤثرة، وحسيت حتى بواحد التجاوب جميل جدا من الحضور بداخل القاعة، خاصة عندما عرض فيلم كي يختصر مسيرة 55 سنة من العطاء. كان تجاوب رائع وكانوا تصفيقات في القاعة، وكنت كنتمنى فعلا هو يكون حاضر باش يقتسم مع الحضور هاد اللحظة ديال التكريم والتتويج. حقا كان تكريم رائع. سي عبد الله رحمه الله كان من محبي السينما بزاف. بغينا نعرفوا كآخر نصيحة أو رسالة خلاها ليك قبل ما توافيه المنية. غريب انك تسال هذا السؤال، لانه فعلا هو كان عنده واحد الهم، واحد شغل شاغل، كان دائما كيحاول يتنيني او يخليني نرجع للمهنه ديالي الاولى اللي هي الاخراج السينمائي. انا درست سينما في المعهد العالي للسينما بالقاهره اللي هو تابع لاكاديميه الفنون، ودرست الاخراج، هذه كانت الدراسه ديالي انا في الاولى. ملي رجعت للمغرب اشتغلت في التلفزه المغربيه، قمت باخراج واحد سبعه الافلام التلفزيونيه. في 2001 قمت باخراج فيلم روائي طويل بعنوان جنه الفقراء. ومن بعد هذا الفيلم صاحبه بزاف ديال سوء الحظ، نتيجه ان الفيلم المنتج ارتأى ان يعطي الفيلم الموزع غير مهني بالمره، مع الاسف ما قامش بالترويج للفيلم ولا وما وزعوش بشكل يعني مهني. فالفيلم مر الكرام ما شاهدوش قطاع عريض، لانه تعرض في واحد التوقيت خاطئ، يعني تعرض بالتزامن مع كأس العالم لكرة القدم في الصيف. يعني هذه فترة معروفة في الاستغلال السينمائي، انك تكون فترة الناس ما كيرتادوش فيها السينما، انه كيكونوا في عطل نهاية السنة. فبالتالي الفيلم ما شاهدوش قطع كبير من الجمهور، ايضا لم ينال حظه في المهرجانات، حيث كانت واحد لوتوريزاسيون، واحد كان الفيلم باش يمكن له يسافر للمهرجانات خاص الموافقه ديال المنتج والموزع اللي هو كان اون ميم طون المنتج، فكان كيرفض انه الفيلم يعطيني هاد لوتوريزاسيون باش الفيلم نسافر به في مهرجان، فحرمني مثلا واحد المشاركه في مسابقه ديال مهرجان القاهره السينمائي الدولي اللي هو كان مهرجان مهم جدا بالنسبه لي، خصوصا ان انا تكونت في مصر.
مع الأسف يعني باش نختصر لك يعني الفيلم صاحبه شيئا ما واحد سوء طالع خلاني نفكر أنا نتوجه للتوزيع. يعني كنت باغا نحاول تستمر في الإخراج. إيه لا كان أنا كنكلمك على سبب دخولي للتوزيع. كان السبب هو هاد المشاكل اللي قابلتني عند توزيع فيلم اللي هو كان أول تجربة سينمائية طويلة ليا اللي هي جنة الفقراء. فتوجهت من بعد التوزيع السينمائي بسبب الهيمنة اللي كانت آنذاك وما زالت هيمنة الفيلم الأمريكي على القاعات. استفزتني هذه المسألة وحبيت نقترح على الجمهور أعمال عربية مصرية وأفلام مغربية. وبدأت المسيرة ديالي في التوزيع، وزعت يعني أهم الأفلام المغربية اللي حققت نجاح جماهيري كبير، من ضمنها على سبيل الذكر للحصر طريق إلى كابول اللي هو بقى في القاعة سنتين ونصف وكان حقق واحد النجاح غير مسبوق بالمرة في تاريخ السينما المغربية. وزعت خلف الأبواب المغلقة اللي كان صادف نجاح كبير. دالاس قمت بتوزيع ديالو اللي هو آخر فيلم قمت بالتوزيع ديالو. لا وزعت موراه فيلم على المسيره. يعني باختصار الوالد طبعا كان كيتابع هاد المسيره ديالي في مجال التوزيع وكان كيتاسف لان هو كان عنده رؤيه خاصه. كان كيقول لي انت موهوبه ومكانك وبديتي بدايه موفقه، فهاد الانحراف لمجال اخر هو ما كانش راضي عليه. مع الاسف انا كان بداخلي هذا الرؤيه يمكن هو ما كانش عارف الوضعيه اللي كنتي فيها واللي واجهتيها. لا هو عاصر طبعا جزء منها، يعني هو كان عارف، كان يعني كان عاذرني، ولكن مع لانه ما كانش يمكن له يتدخل في اختياراتي، ولكن هو كان كيتمنى ان نرجع للاخراج. وكان ظن ان انا هذا الحلم لا يعني انا مصممه عليه، يمكن غادي نرجع ان شاء الله. غير كنشتغل على واحد جوج ديال السيناريوهات، ما عرفتش فينا واحد فيهم غادي نختار به العوده باذن الله. كانوا اول اعمالك كممثله وبعدها دخلتي المجال ديال الاخراج السينمائي، كانوا من الافلام ديالك اللي معروضه هي امراه في دوامه الحياه، وبلا ما نساو امراه تريد الطلاق، وامراه بلا حدود، وبيت الريح. ما كتلاحظيش انه في السينما كتهتمي بزاف بالمجال ديال المراه؟ وطبيعي ان نهتم بمواضيع خاصه بالمراه بحكم تكويني اولا النفسي والجسدي، يعني قريب، يعني انا اقرب طبعا لعوالم المراه. غير انني لا اؤمن بسينما نسائيه وسينما رجوليه. بالنسبه لي السينما هي سينما الانسان. الفيلم كيتعرض لعوالم المرأة والرجل، يعني ما يمكنلكش تقوم بفصل. ربما العناوين اختيار العناوين كيكون عنده أسباب، في بعض الأحيان كتكون ترويجية. يعني اختيار العناوين اللي فيها المرأة يمكن مرتبط بالدور اللي او بالمساحه اللي كتلعبوا المراه بداخل العمل. يعني هي في اغلب هاد المواضيع ديال هاد الافلام كلها كانت مواضيع خاصه، كنت كنسلط فيها الاضواء على مواضيع خاصه بالمراه، كموضوع الطلاق، كموضوع المواضيع اللي كتخص المجتمع طبعا بشكل عام، لانه ما يمكنلكش تفصل مشاكل المراه وقضايا المراه عن قضايا الرجل. ف احنا كنعيشوا في عوالم واحده مشتركه. رايك في السينما المغربيه وعدم حضور الافلام اللي كتمثل الوطن المغربي في هذه الدوره هذه، شنو تقدري تقولي لنا عليها؟ هو الفيلم المغربي ماشي غائب، كاين فيلم ديال عمي في كود كور، كاين فيلم ميموزا اللي هو خدا جوائز حتى على الصعيد العربي. لكن مشاركة الأفلام في الدورة في الدورة السابقة كانت مشاركة قوية للأفلام المغربية. لا يمكن حيت يمكن كان عندكم هذا الإحساس، حيت كان
يمكن فيلم مشارك في المسابقه كانت يمكن بانوراما، ولكن ما يمكنلكش كل سنه دير بانوراما. يعني هذا العام مثلا كاين احتفاء بالسينما الروسيه، فبالتالي طبيعي انه البرمجه غتكون يعني حيت السينما صناعه السينما في روسيا او السينما الروسيه غنيه جدا بكم الاعمال. فانا كنشوف انه البرمجه ديال في اختيار تلخيص صناعه سينمائيه ممتده على 100 سنه، على قرن من الزمان، راه عمليه صعبه جدا، وكنعتقد ان المهرجان توفق فيها. يعني مهم جدا، انا كنعتبر الروسيين هما مؤسسي السينما، فبالتالي مهم جدا الجمهور يشاهد افلام اسست لتاريخ السينما. كنشوف ماشي بالضروره دائما في كل سنه خص يكون واحد الكم هائل من الافلام المغربيه، وماشي بالضروره يكون في المسابقه يكون ضروري يكون فيلم مغربي. اذا ما كانش يمكن ما صادفش هذه السنه وجود افلام جاهزه للعرض، هذا هو اللي خلاهم ما اختاروش. ماشي بالضروره يعني يكون هناك نيه مثلا مسبقه لحجب الافلام المغربيه، ما كنعتقدش ان هذه النيه موجوده، والا ما كانش يكون الاحتفاء على مدى هذه السنوات كلها الاخيره بالفيلم المغربي. الفيلم المغربي دائما حاضر، والجيد يفرض نفسه، يعني ما هذه ما فيهاش نقاش. فانا ما عنديش، انا هذه المساله ما كتسببليش مشكل انه الفيلم يكون موجود في مسابقه او لا. هذا ماشي معيار نقدر نحكم عليه، نحكم به على صناعه. الصناعه المغربيه راه فيها اعمال جيده جدا، وفيها مبدعين، وفيها شباب دابا طالع، شباب شديد الموهبه، وكيأسس للسينما لموجة جديدة. نقدروا نقولوا على أنه كاين جيل جديد اللي غيهتم بالمجال ديال السينما المغربية؟ أكيد، يعني هذا الجيل مثلا غنعطيك أمثلة كعالم جبود اللي هو كنعتبره أنا من الجيل الجديد، بدا فيلم جميل دالاس، فيلم مختلف، فيلم فيه جرأة، فيلم مثلا ديال شكيري اللي هو به استطعت ان انا ندخل يعني نحقق واحد ان ريكور، نحقق واحد يعني نكسر واحد الحاجز اللي يمكن كان الحاجز اللي هو كان يعني اللي تعرض للفيلم في 2012 كان واحد العزوف من الجمهور على القاعات، كان واحد الخطاب الهزامي كان مسيطر على 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 الصناعه السينمائيه، انه لا امال، انه السينما المغربيه ماتت، انه الجمهور فقد الثقه في السينما المغربيه. وجا فيلم مباشره من بعدها، يعني انا كان يمكن لي في وسط هذاك المناخ نيأس وما نتجرأش نوزع فيلم مصري، وكنت فيلم مغربي اللي هو طريق الى كابول، كان يمكن نمشي نستمر في توزيع الفيلم المصري ونراهن على السهل. رغم هذاك الخطاب الهزامي اصريت اننا نوزع فيلم مغربي، وحقق يعني ايرادات خارقه للعاده. تبارك الله، دونك هناك امل. دائما هناك امل. دائما. تحدثتي في التكريم ديال الاب ديالك رحمه الله على ان الارشيف ديال السينما المغربيه كيضيع، وشنو كتحاولي انك تقصدي به؟ وانا تكلمت من خلال التجربه ديالي مع الوالد. الوالد كانت عنده وضعيه خاصه، لان هو معظم الافلام ديالو دارها نجزها خارج المغرب. هذه الافلام هذه اللي نيجاتيف ديالها بقى، النيجاتيف ديال الافلام بقى في هذه البلدان العربيه. يعني كاين نيجاتيف ديال فيلم مثلا سميتو الضوء الاخضر كاين في تونس، كاين نيجاتيف ديال اخواني الاعزاء في ليبيا مثلا، كاين نيجاتيف ديال الصمت في اتجاه الممنوع اللي هو فيلم كان جزء في مصر بقى في لابوغاتوار ديال اسبانيا مثلا. هاد الافلام هذه كلها نقولوا انها مجموعات مفرقه، ما كاين، ما احنا ما المغرب ما عندوش نسخ منها، بينما خص يكون يعني على الاقل المؤسسه الوصيه. كنظن كاين مشروع في المركز السينمائي في هذا الاتجاه لترميم الافلام اللي موجوده في الخزانه السينمائيه في المغرب. انا اتكلم على الافلام اللي هي
تفقدات خارج يعني موجودة خارج المغرب، يعني بغيت يكون واحد المبادرة لاستعادة نيجاتيف هذيك الأفلام وإدخالها للوطن إن شاء الله. كآخر كلمة لمستمعي ومشاهدي راديو سايس، شنو تقدري تقولي لهم وفي هذا التكريم ديال الأب ديالك رحمه الله؟ أنا في نهاية هذا اللقاء وغادي نوجه دعوة للجمهور، الجمهور المغربي والمستمعين اللي هما المستمعين طبعا جزء من هذا الجمهور. الجمهور خصو يرجع للقاعات السينمائية، الثقافة السينمائية، يرجع للقاعات يشاهد أفلام، يشجع الفرجة بداخل القاعة، حيث كما لا يخفى عليك القرصنة قضات على متعة الفرجة بداخل ذاك الفضاء المغلق المظلم اللي هو فضاء ساحر، فضاء لا يعوض أي شكل من أشكال الفرجة، لا التلفزيون، حتى التلفزيون ما قدرش يعوض الفرجة السينمائية. فالدعوة ديالي هي الاحتفاء بالسينما، الاحتفاء بالسينما بالنسبة لي لا يمكن أن يتم إلا من خلال العودة إلى القاعات السينمائية. شكرا لك للإيمان، بصراحة تحية لك طيبة، شكرا سيدنا لكم وشكرا بزاف على المتابعة لكم، كنتم ببرنامج مروكن إيفنت، وتحية خاصة لكل مستمعينا الكرام.